السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل خطوة التراي ان للكمبليت دينشور او الواكس اب ترايل دينشور. الادوات المطلوبة كارفر، رابر باول with antiseptic، رابر باول with cold water، رولر او فوكس اوكلوزال جايد، ميرور. الخطوات بتتقسم الى extra oral examination، intra oral examination للlower، examination للupper، examination both upper and lower dentures together. ابدا بال extra oral examination، لازم اعمله on the articulator، اتاكد ان الماستر كاست سليمه ما فيهاش جزء مكسور او عليه واكس، وان الترايل بيز adapted on the cast and stable and waxed up، ان setting of teeth طبقا لرولز اللي درسناها، وان الانسايزال بوست لامس الانسايزال تيبل ومحافظ على الفيرتيكال دايمنشن اللي حققناه في الجوريليشن. ابدا الانترا اورال اكزامينيشن اني احط ترايل بيز في انسبتيك، then wash the in running water. Cold water should be available for frequent chilling to prevent wax distortion. Extension. Examine by moving cheek gently but firm downward inward, simulating functional movement. ونتأكد ان الليبيال والبكال فرينا have adequate clearance. If a denture displaced immediately after being seated, overextension should be suspected. Any underextension should be corrected by new final impression. هنا بيوريني الـ functional movement downward, inward. اتاكد من البوستيرور بوردر اكستنشن اللي بيمتد من الوان هاميلر نوش تو ذا اذر. ريتنشن، همسك الليبيال واللينجوال سيرفيس اوف الابر بين الثامب والفور فينجر وابلاي داون فيرتيكال بول. لو ريتنشن كويس الديسلوجمنت اوف ترايل بيز ويل بي ديفيكالت. كمان الشيب اوف البولشد سيرفيس يكون ليه سلايد كونكافيتي، ده بيزود لي الريتنشن. ستابيليتي، ابلاي بريشر تيشو وورد وذ ذا بول اوف اندكس فينجر ان بري مولر مولر اريا اون ايتش سايد alternately. اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين، أبدأ أتحقق منه بالنسبة للأبر amount of teeth showing during speech أو during smiling when the upper lip is relaxed. كل ده بيختلف من مريض للتاني. هنا بيتحقق من الباراليزم الأبر أوكلوزال بلين، يستخدم الفوكس أوكلوزال جايد أو الرولر. The lower incisal edge of canine should be at level of the lower lip at the corner of the mouth. أما البوستير أوكلوزال بلين لازم ما يزيدش الهايت بتاعه عن تلتين إريترومولر باد. أما يجي يتحقق من الريتنشن بتاع اللور ترايل دينشر غالبا بلاقيه بور مقارنة مع الأبر. الستابيليتي اوف اللور بتتحقق عن طريق ريليشن اوف التونج مع الاوكلوزال بلين. اللاترال مارجنز اوف تونج شود بي سين لاينج اوفر بارت اوف اوكلوزال سيرفيس اوف بوستيرور تيس.
أتأكد من المساحة الكافية للتانج التانج سبيس عن طريق setting of teeth in neutral zone. أفرق بين حركة اللور ترايل بيز نتيجة الأوفر إكستندد بيز والكرامبت تانج إزاي؟ لو الترايل بيز مش ثابتة في مكانها نتيجة الكرامبت تانج هتطلع من مكانها immediately after أول ما حطه، أما لو أوفر إكستندد بيز هتطلع من مكانها بعد لحظات مش على طول. هنا بيتأكد من الإكستنشن في اللينجوال، بيثبت اللور بتو فينجرز ويبدأ أسك البيشنت إنه يحرك التونج، يرفعه لفوق، يجيبه يمين وشمال عشان يتأكد من الطول بتاع اللينجوال فلانجز، نتأكد من الكليرنس بتاع اللينجوال فرينم. لما المريض يرفع لسانه لفوق ويرجعه لورا اللور ترايل بيز مش بتطلع من مكانها. check both upper and lower trial bases. هتحقق من حاجتين، اول حاجة الـ vertical dimension، لازم المريض يكون seated upright والhead not supported by the headrest. عندي اربع طرق اتحقق منهم، اول حاجة الاثاتيك، لو عندي high vertical dimension هحس ان التشو stretched او زي ما بنقول المريض بقه مليان، اما لو low vertical dimension هلاقي الـ aging appearance واضح والwrinkles زايدة. يبقى أول طريقة الإستاتيك. تاني طريقة الفيشيال ميجرمنت، هقيس بين نقطتين ثابتين المسافة at rest الأوكلوجن at rest وات والميجرمنت at أوكلوجن واتحقق من الانتر أوكلوزال ديستانس إن هي كافية. تالت طريقة الفوناتكس، أسك البيشنت تو سي اس ريبيت اس لتر أو الإف والفي. رابع حاجة الـ patient proprioception، هسأل المريض انت بتقفل على طول اول هو بيقفل بيلاقي تلامس التيس في ساعتها ولا بعد مسافة. كده اتحققت من الـ vertical dimension. تاني حاجة eccentric occlusal position، occlusal disharmony between eccentric relation والcentric occlusion should be detected. احس ان في this harmony ازاي؟ اني الاقي midlines are not coincidence، او اني الاقي posterior teeth relation is not symmetrical، او اني الاقي horizontal overlap is not the same in the mouth as it is on the articulator. عندي intercuspation في both sides. evenness of occlusal pressure، هتحقق منه عن طريق place two pieces of celluloid strips between posterior teeth on each side، ask the patient close firm then pull strips together at the same time. أي فرق في force required to remove strips هتوضح لي إن في unevenness في الأوكلوزر بريجر. هصلحه ازاي؟ لو كان سلايت بس بنسخن الواكس سبورتنج التيس في الهيفي بريجر سايد واسك البيشنت تو كلوز. سلام عاطف. ام بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد سعيد 66 99. خلي المريض يتكلم ويسمع مخارج الحروف. لو كان الـ unevenness gross place piece of wax
equalizing the occlusal pressure وبعد كده نعمل remount لل lower correction لل occlusion. هنا بيبدأ يتحقق من الاستاتيك الميدلاين والتوث سيلكشن والريجولاريتي اوف انتيرور تيس. اخر خطوة اتحقق من الاستاتيك هنا ازاي بيصلح الـ unevenness pressure لو كان gross. الخطوة دي مهمة عشان اخد الـ patient's acceptance للـ final prosthesis. لازم المريض يشوف الشكل كويس واتأكد انه accepted بالنسبة له.